كيف كده بزوري؟ مرحبا. السلام عليكم. اللي غادي يدون تيبوا ما سمحوا هاد الزاوية البيت مع دات اللي غديان امورار مع ديان التزلان دي المسافة تاع القران غادي يكون لايف. غادي يقول على المباشر السي حميد. سي حميد مرحبا، تحية بخير، هانية كلشي بخير، كي داير مع هاد المسافات وهاد؟ كنشكرو عطيني بشغل رحبوا بيا، كنشكرو سيد العام لصحة الجلالة وجماعة الصحة الخميس وجماعة الباداس. مرحبا. يحيى العام على القهوة. المسافة اللي ضربتي دابا سي حميد؟ المسافة اليوم شوية كاين 25 كيلومتر. 25 كيلومتر تبارك الله. منين انطلقتي؟ من صفرو. من صفرو في اتجاه؟ زاكورة إن شاء الله. زاكورة إن شاء الله لا حول الله. إذا كما كتشوفوا راه معنا السي حميد على المباشر لذات مكون إنيشيتيف. إذا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المدفرة وعيد الاستقلال المجيد بحاجة الدنيا الاجتماعية قيادة أياد حمداني إقليم جديدة طواف المغرب مشينا على أقدام من بلدية صفرو إلى زاكورة. إذا نتمنوا له التوفيق إن شاء الله. ومعنا السي حميد على المباشر من ذات سبقون إنيشيتيف. أول مرة كدوز في هذه المنطقة السي حميد؟ أول مرة. مرحبا بك أسيدي. مزيان. إذا غنواصل مع السي حميد والسي تيشوا في هذا الطريق. بسم الله معنا. اللي غادي يدوز المباشر سيدات السي حميد يان ورياضيين ديال التزلان هاد الانيشيتيف المبادرة تخطات بمناسبة ديك المسيرة الخضراء انطلاقة من صفرو في اتجاه زاكورة. رئيس سيدات زاكورة غادي تشوف الآن بزاوية البير في اتجاه زاكورة بطبيعة الحال. أدي ونز ليميك في اتجاه قلعة مكونة. على المباشر من ذات سنكون إنيشيتيف. تحية هنا يصل إلى زاوية البير.
ممتاز ما طلعات. والله كاين فرق بين الفرق. هنا نصل الى منعرج زاويه البير كما ترى المقبره اليهود المغاربه تراث او تاريخ في الذاكره إذن الانطلاقة كانت من صفرو في اتجاه زاكورا. اليوم قطع مسافات 25 كيلومتر على حسب التصريح ديالو. سأزول في الأول اللي غادي يدون سيدات سي زاوية البير اللي غادي يدون سي حميد نبيل والناس نصفرو إيران تمازيغ زاكورا. إذن في ضيافة أي تحية كليب أي تحية لألعاب القوى وغدا سيستأنف هذا المسار إن شاء الله. على المباشر من دارت سبوك انسياتيف من زاوية البير اون ديريكت دو زاوية البير الى ديس رونكونت افيك سي حميد كي فيان دو ترافيرس لو ديس à la marche. C'est à la marche. Ah, oui, c'est vrai. Le départ, c'est de Sfro vers Zaghoura. You are welcome. That's une bonne initiative. In life from the days. صفرو 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 زاكورا بس شباب معنا في هذا المناسبة السيد مصطفى مصطفى السي ابراهيم والسي سيد العزيز تحية علي مركب انطلاقة كانت من صفرو في اتجاه زاكورا اليوم قطع مسافة 25 كيلومتر ماشيين على الأقدام كنتمناو ليه التوفيق بهذه المناسبة نحيي جميع الرياضيين وعلى رأسهم كلوب أي تحية لألعاب القوى
هذا الاستقبال من طرف تيشو أحمد في اتجاه قلعة مقولة بطبيعة الحال. نصل إلى خارج زاوية البيت. أيضاً بزاف خاطرنا الدوق. إذاً اللي غادي يدو نسو السري إذاً ما سندات مقول إنيشياتيف شغل ما سندات اللي غادي يعني ورياز دين زغان سياس فرو إيران زاورة صدار الذي سي أحمد تيشوا يعني يسلغ معين نعطي المدربين إلا ني الذي ميت يحيى يتزلع أعتذر عن هاد الروتار السلفتاخ أي حال ندير منحرج من أي تبحث مع المباشر من دات سنقول إنيشياتيف رفقة عدى انطلق من صفرة في اتجاه زاكورة مشي على الأقدام رفقة تيشو أحمد أحد مدربي نادي كليب أي تحية لألعاب القوى هنا في اتجاه قلعة البناء حيث سيقيم حتى الصباح بعد ذلك سيستأنف المسيرة في اتجاه زاكورة بطبيعة الحال حسب قوله اليوم 25 كيلومتر Thank you.
لا نعاونوا لي تهضرني عطيت ميساج كنت تجي كنت في الماء هذا ليش لك بودي زاز لا هذاك جوج هذاك دير لك هذا واحد من النوع انزل تمشي القهوة احمد ها انزل حتى الرسالة قد تجريب قد تجريب قد تجريب قد تجريب قد تجريب شكوية لغنى بوز كافي لا بوز كافي لا بوز كافي لا بوز كافي القرعة بوز كافي القرعة من بعد قد تشير اي تحيا عادة دون غوصة قرعة ديش نسير لما بيت باش الصباح هذا الشيء هذا الشيء السلطة السلطة ديبار صافي ان شاء الله المهم نغير نشرب مرحبا بكم نمشيو لكاس القهوة نشربوا شي كاس ديال القهوة واخا نمشيو على الشيخ يلا يلا من باي دي مينوت ولا ها انا ما كانش تكون مش غدا تكون مع هذاك الرئيس السبلاتي وانت عندك انطلاقه من القلعه باش صافي علاش كدير ديك هذاك العشره كاع شي مول العشره العشره مصطفى قال لي زرا انا زرا الرئيس الجمعه واخا ان شاء الله الدرك الملكي باش هادشي الانطلاقه تكا في اتجاه سكوره في اتجاه سكوره سكوره بطبيعه الحال سكوره ايه ان شاء الله بالنسبه للباس هنا الباس هذا غير هذا هو البارح تودروا في الاستقبال مجموع صراحه عجيب عجيب الحمد لله المهم تراجي زوين كان غير كله الا الرشيديه واحده لا ما دخلتيش لا لا ما دخلتش في التوقف حتى هذا رئيس مجلس البلدي سونتر العماله خلص وعدوا واحد المراسلات فيها اذا بعد قليل سنلتقي شكرا لكم تحيه.